أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أكد أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض الجهود التي قام بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين التي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا حول موضوع الاقتصاد الرقمي، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي ووضع الاقتصاد الرقمي العالمي بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي. كما استعرض المركز أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليا وأيضا جهود الدولة لدعمه، حيث أشار المركز إلى أن التحول الرقمي على رأس أولويات الدولة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030. يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا رئيسيا في تعزيز مقومات التنمية المستدامة. قام وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية وميناء الفجيرة البترولي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يأتي ذلك في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لاستقبال وتخزين وتداول البترول ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة الاستثمارات المشتركة في هذا المجال في مصر باستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين.